الأبوري. الأبوري يا ستي. عارف إنه يا ستي أنا وكيل أعمال ومدير مكتبه وكاتب أسراره. الله، المسألة خطيرة جدا. إحنا متسوحين يا هانم. الله، لا مؤاخذة يا بنتي، أصل أنا منفعل شوية، تعبان، حاولي تاني، إلهي يسترك. شهر عسل إيه ده والمكتب تعبان؟ الله يخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. خلاص يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الأول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش، أبدا. أقول ألوم نفسي وبعدين أحط السماعة. قولها لي فوقي. إحنا بقالنا أسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ آه ممكن. ألو؟ أهلا يا إبراهيم أفندي. الله يبارك فيك. أيوه موجود. الو، ايوه ابراهيم يا فندم، ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحه. ربنا يقويك يا احمد بيه، ربنا يقويك. ايوه بس انا وقعت زبون سقع وبرشمته في مقدم الاتعاب. بكره يا فندم القضيه في المحكمه الكليه دايره 11. لا اطمن، بكره من بدري حكوا في المحكمه. مع السلامه. يا سلام على ابراهيم الفندي ده، جدع بيشكل، احسن واحد يشكل الزبون ويجيب رجله. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ هو احنا حبيبتي مش متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ اصل خلص بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده. ولا يعني تخش اطراف الفاضيه ما اعرفش فيها حاجه. هتوحشني يا حبيبي. حياتك ما تقولهاش بحنيه قوي لحسن ارجع في كلامي واقعد تاني. ها وانت بتروح في شربه ميه. طب ما تتاخرش عليا. لا وده معقول؟ اتاخر عليك زي ايه؟ انا حكلت في القضيه كلمتين وجاي على هنا على طول. هدفع حسابه اللوكان ده ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بيت عمرنا في عسل ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين. هاتهم وحصلي. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة احنا مش هنسكن عند والدتي. نعم. اوعي تكوني عاملة حسابك اللي احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمرة 5 بتاع فريد شوقي. من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه رجل؟ حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت في كلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خليه، والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا، شقه محترمه مفروشه. انت قلت مفروشة؟ ايوة. يا نهار اسود، انت عارف مفروشة يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد شوع المفروشة؟ اهدى بس وصلي على النبي. ده انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمة ما اجيبش اجرة يومين في شقة مفروشة. قولي بالصلاة على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقة فاضية؟
180 قرش. إيه؟ يعني 190 جنيه، 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت اجرتها من واحد في مستشفى المجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه ب 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتاجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه، مش قاعد تقولي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم، حاجه رمزيه نجيبها. ولما جينا للجد واحنا للسايق رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ يا ولد حبيبتي انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيب غطاء. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليون دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تيجي لك قضايا كتير وتختني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كترت، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود، القضيه مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. انت بتعملي ايه؟ جاي اودعك. انت بتدعي لي بالهدوم دي ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. حاجة ده كلام ما تصحش كده، ايش اطلع فوق؟ طب بقول ايه؟ بعدين بعدين يلا. يلا يا اسطى. بتوصل ايه؟ يلا يا سعاد البيت. يا سيدي بتبص على امتى وهو؟ يلا يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي. انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا بتقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كذا ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. شافي في عيوني ممكن نتصاحب؟